وصيتي لكم جميعا أيها الإخوة حملة البنادق تبدأ بتجميد التناقضات الثانوية وتصعيد التناقض الرئيسي ضد العدو الصهيوني وتوجيه البنادق كل البنادق نحو العدو الصهيوني واستقلالية القرار الفلسطيني تحميه بنادق الثوار المستمرة. لكل الفصائل أقولها لإخواني جميعاً أينما تواجدوا الاستمرار بنفس الطريق الذي سلكناه. ولذلك بهالمناسبة هاي بنتذكر الشهيد خليل الوزير أبو جهد، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية بدأ التخطيط للهجوم مباشرة عام 77 بعد التصريح الشهير لمستشار الأمن القومي الأمريكي زبيجنيو بريجنسكي الذي قال فيه وداعا يا منظمة التحرير. اختار أبو جهد أن يسمي الهجوم باسم الشهيد كمال عدوان الذي اغتاله الموساد عام 73 في بيروت. كان كمال أحد أبرز قادة حركة فتح ومسؤول ما يعرف بالقطاع الغربي، وهو الجهاز الذي يشرف على المقاومة في الأراضي المحتلة. وصلت فرقة الموساد ليلا إلى بيروت قادمة من البحر. تخفى عناصرها في ملابس نسائية. لأنني ابن هذا الوطن المعذب، أحمل بندقيتي وأمشي، بدي أواجه على الطريق هذه العقبات. أبو جهاد الذي اغتاله الموساد أيضا حاكى في الهجوم أسلوب الموساد في اغتيال عدوان. أرسل خليل الوزير إلى تل أبيب بحرا مجموعة أطلق عليها اسم فرقة الديرياسين، تتكون من 12 فدائيا وفدائية واحدة، ستكون أول امرأة تهاجم إسرائيل من الخارج. السياق السياسي التي جاءت فيه العملية الشهيد كمال عدوان في ذلك الوقت في عام 1978 كانت زيارة السادات إلى القدس في 19/11 عام 1977 وخروج مصر من ساحة الصراع العربي الإسرائيلي. وفي عام 1977 أيضا جاء مناحم بيغن وحزب الليكود إلى السلطة، وحزب الليكود وبيغن جزار مجزرة دير ياسين وجد فرصة في زيارة السادات أنه على أساس طرح مشروع الحكم الذاتي في ذلك الوقت وإنهاء القضية الفلسطينية والثورة الفلسطينية. يا الإخوة والأخوات، إعلان السادات أجج غضب شديد يعني، فهيدا اللي أسرع بأنها تصر أكثر تعلن عن إصرارها بأنه تعمل عمل لأجل فلسطين. فدلال كانت تقول لي والله غير إلا ننتقم منهم من هالخيانة الكبيرة يعني على الأرض العربية. عندما وقف السادات على منبر الكنيست وألقى خطابه عن السلام، كان أبو جهاد يضع اللمسات الأخيرة على عملية الشهيد كمال عدوان. بداية شهر 3 أجت على بيروت، قالت لي هاي يمكن الزيارة الأخيرة. جاي عملت لي صورة، هذه الصورة اللي جوا بقلب الصالة، حاملتها هيك وفرحانة عم تضحك. هلأ أنا أخذتها منها الصورة، بس هيك شو بدي أقول لك، ما أزيت يسيت تضايقت، ما بعرف شو بدي أحكي لك صار معي. وراحت، لما راحت راح قلبي معها، حسيت إنه هي خلص راحت من إيدي. دلال ظهرت وقفت على الطريق على الشارع، أنا صرت أنا أطلع فيها وهي كل ما تمشي تعمل لي باي 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 باي، قطعت الطريق وسلمت علي وراحت. ودعت دلال ابنة العشرين ربيعا أمها في منزلها الواقع في حي الطريق الجديد ببيروت، لكنها لم تودع أباها الذي لم يكن في المنزل. أبوها
سعيد المغربي الذي توفي بعد العملية بسنوات كانت تربطها به علاقة خاصة، علاقة سمحت له أن يعلم أنها تخدم في الوحدة الخاصة التي يشرف عليها خليل الوزير ولم يعترض. كانت علاقة أكبر من علاقة أب بابنته، فكتبت دلال هذه الكلمات إليه: أبي، ما أصعب الكتابة عنك وإليك، وهبتني العطاء والتضحية والإخلاص للأرض، فكنت كفءاً لذلك، لن أكتب لك أكثر. بالنسبة لأمي لن أكتب عنها شيئاً، لأنني إن فعلت فمعنوياتي ستتحطم. حضرت إلى البيت يوم الخميس صباحاً، وكان نزولي لأراك، ولكن كان حظي زفت. لم أودعك ولم أراك يا أبي، ولكن تأكد مهما غبت، تأكد بأنني موجودة معك وأعيش معكم. لا تذرف دمعا كثيرا، فقد صرت بنتا للبلاد. طبعا حطونا في قاعدة بين الشجر كويس. ثمانية شهر، ثمانية ثلاث، أجوا السيارات بالليل أخذونا، نقلونا من الدامور على منطقة الواسطة والقاسمية غاد. ظلينا تقريبا لوجه الصبح، تقريبا يمكن الساعة 3 أو 4 الصبح. التقطت هذه الصورة لدلال قبل الانطلاق إلى تل أبيب بساعات. كانت تعاني آلاما حادة في أسنانها كادت أن تحرمها من المشاركة في العملية، إلا أن إصرارها وتصميمها على الذهاب دفع المسؤولين إلى التراجع عن قرار استبعاد دلال. أجينا السيارات صحونا وحملنا الأسلحة والشباب وطلعنا بالسيارات. طبعاً إحنا مش عارفين وين طلعنا بالسيارات، ولا إحنا في ميناء صور. أطفوا الإضاءة في ميناء صور، طفوا كلش، أجوا طلعونا على الباخرة بشكل سري. جلسنا في الباخرة، كان الأخ أبو جاد عامل اجتماع لقيادة المنطقة نعم التمويه للعملية، ولفت انتباه الإسرائيليين المراقبين إلى أنه في اجتماع، ومن ثم إجا دخل علينا على الباخرة. فأجا الأخ أبو جهاد وبعض القياديين من اللي كانوا موجودين بهذاك الوقت، وقعد معنا الأخ أبو جهاد. كانت الخطة كالتالي: المفروض إحنا يوم 9 الشهر إن إحنا تحط الباخرة في عرض البحر على بعد 90 100 110 ميل، ومن ثم نبدأ ننزل بالزوارق المطاطية تاعنا نتجه اتجاه تل أبيب. كان هدف المجموعة اقتحام فندق على الساحل وناد مجاور للضباط الإسرائيليين، وأخذ من في المبنيين رهائن بغية مبادلتهم بأسرى فلسطينيين وعرب. طبعا كان مطلوب منه تنفيذ العملية يوم 10 الشهر مش يوم 11. كان ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير يوم 10 من آذار 78 يختتم زيارة إلى موسكو، حيث التقى فيها في اليوم السابق بوزير خارجية الاتحاد السوفيتي آنذاك أندريه غروميكو. كان عرفات ينتظر في موسكو أخبار الهجوم. أبو عمار كان بده العملية تصير قبل زيارته لموسكو، لسبب أنه أبو عمار كان بطلب من الروس أسلحة، والروس بتلككوا، بده يقول لهم ها تفضلوا شبابنا الأسلحة اللي انتوا استخدمتوها في الحرب العالمية الثانية مثلا، تفضلوا شو عملنا احنا فيها معجزات. تقريبا بجوز كانت الساعة 8 لربع 8 زي هيك اعتقد تكون كانت الساعة، صارت عملية الإنزال. كنا زورقين، زورق المفروض يكون فيه 6 أفراد وزورق آخر فيه 7 أفراد. قبطان الباخر أعطانا التعليمات إنه تمشوا على زاوية 90 البوصلة البحرية. بدأنا المسير، كنا في حالة ترقب، ترقب شديد، الكل ماسك بندقيته قابض على سلاحه، وكنا بنتصارع فيما بيننا على مين اللي بده يشوف أول دولة فلسطين. إلا إنه مرت ساعة، مرت الساعة الثانية والساعة الثالثة، ففكرنا الاتصال بالباخرة اللي هي كانت تسمى الأم، على أساس نقولهم إن إحنا قطعنا المرحلة الأولى. عند بدأنا بالاتصال من رامي إلى الأم، من رامي إلى الأم،
وبدينا نبث المعلومات تاعتنا. للأسف الشديد ما لقينا حتى إجابة. المهم وصلنا المسير، خلينا نوصل نقول وصلنا كمان الأربع ساعات تاعنا. بعد الأربع ساعات للحقيقة ما وجدناش لا ضوء ولا حتى إشي. قلنا ربما اللي اختلفنا معاه إحنا بيننا وبين القبطان على المسافة، ربما نضيف ساعة ولا ساعتين، لأنه إحنا كنا شاكين وكنا متيقنين إن القبطان نزلنا أبعد مما يلزم أو أبعد من النقطة اللي حدد لنا الأخ أبو جهاد. طبعاً إحنا وقفنا الزورقين، ناقشنا بعض وحكينا في الموضوع هذا وكملنا، يعني حتى بجوز ساعات متأخرة من الليل طفينا الزوارق، ربطناها في بعض، اللي نام نام واللي قاعد قاعد، يعني احتمالية، صرنا نحط احتماليات يعني بهذا الوضع. فثاني يوم الصبح كان 10 الشهر مع بزوغ الشمس، الأمطار خفت، الرياح قلت، الأمواج نقصت من حالة الارتفاع اللي كانت موجودة فيها. استأنف الفدائيون المسير لعلهم يهتدون إلى إشارة توصلهم إلى اليابسة، بعد أن بدأ اليأس من الوصول إلى الهدف المنشود يتسلل إلى النفوس. فجأة خلص البنزين تاعنا، ما ضلش بنزين معانا، ما العمل؟ ما بقاش إلا سواعدنا، إيدينا والمجداف. انطلقنا طبعاً طول يوم 10 الشهر كامل لحتى المساء بدون أي نتيجة. كويس. لما بلشت تليل الدنيا بيوم 10 الشهر لما تليل طبعاً صار عندنا قناعات إنه إحنا احتمالية وارد نضانة، مش الهدف اللي إحنا رايحين له. كنا ندور أو نفتش خاصة في الساعات اللي إذاعة فلسطين صوت الثورة الفلسطينية التي كانت تبث من الجنوب اللبناني على نداء، على صوت، على شيء آخر يضيف إلينا أمل جديد. فجأة صوت الثورة الفلسطينية إلى أنه صوت فلسطين كان يأتي ويروح مع الموج. بوابة اسمها البحر. استمرينا حتى غابت الشمس كلياً. بدأ أحد الإخوان اللي هو الأخ أبو الرمز يقترح علينا اقتراح حلو. كل واحد معه طلقة إنارة وطخة بالسماء. الآن بيجوا لنا الجيش الإسرائيلي. الآن نجد جيوش ووزعنا أنفسنا وأخذنا وضع عسكري قتالي على أساس يجوا لنا. لا ما حد دور علينا. وانطلقنا كفينا احنا. طبعاً ساعات كمان متأخرة طفينا الزوارق، اللي نام واللي قاعد. كان الأخ أبو أحمد اليمني من اليمن السعيد كان يقف في منتصف الزورق ويستطلع لنا، هو شغلته الاستطلاع، وهو بهذا الشكل يصرخ وينادي بأعلى صوته هيو ضو وعينه في اتجاه هذا الضوء. طبعاً الضوء مش معروف، وباخرة وبلد وإيش مكان ما حدش عارف. فالمهم انطلق زي ما تقول لحد ما طلع علينا النهار، صار يبين عمود، فهون صارت الأمواج تعلى، يعني شوي تشوف العمود وشوي ما تشوفوش من الأمواج. في تلك اللحظة بعد ما كنا إحنا نقاتل ونعاني ونتصارع مع الموج، إلا إنه لاحظنا إن الزورق بيسير بسرعة غريبة جدا، وبدأت معالم وآفاق الطبيعة تبدو لنا واضحة. معانا هذا عبد السلام اللي استشهد الله يرحمه، كان طالع من فلسطين جديد، وكان بيقول انه يعني بيعرف شويه عبري هو الشاب، فكان يقول لنا انه انا بعرف مناطق ال 48. طب يا عبد السلام هاي شيء هي؟ اشار بكل بساطه وببساطه الانسان
الذي لا يعرف، لا، عمري ما شفت هذه البلاد ولا هذه الطبيعة، هذه تبدو لي ليست فلسطين. صرنا نقرب احنا، فصار تقريبا المسافة بيننا وبين الشط 300-400 متر، 200 متر، يعني كل ما قربت على الشط كل ما كسرت الموج بتكون أقوى من الداخل. فأمرار كنت أنا أشعر في الزورق أنه أنت على جبل من المي وتحتيك فاضي وادي. فجأة تأتي موجة قوية جدا، وتضربنا من أعلى إلى أسفل، تأخذنا إحنا والزورق إلى أسفل البحر. إلا أنه لما بدأ انقلب الزورق وبدأ في الصعود ونحن متمسكين فيه، صعدنا إلى سطح الماء، أدركنا فيما بعد إيش اللي حصل معنا بالضبط. استشهاد 2 من الشباب، اللي هو عبد السلام الفلسطيني الذي يجيد اللغة العبرية، والأخ اليمني أبو أحمد اليمني، اللي كانوا هم أكثر الناس استعداداً بأسلحتهم. والأخ وائل أصبح شبه ميت، مغمى عليه، أنقذناه إنقاذ. صار الموج يدفع الزورق وهو مقلوب باتجاه الشط لحد ما وصلنا الشط. وطأت أقدام الفدائيين اليابسة بعد يومين وليلة من التيه في بحر هائج. الكل كان خائر القوى. ودلال تبكي الشهيدين عبد السلام وأبو أحمد اليمني. بعد دقائق لاحظ أحد الفدائيين ساتراً ترابياً من خلفه آثار آلية عسكرية. كان إنذاراً مبكراً للمجموعة بأن تحدد طبيعة الأرض التي نزلت عليها. بعد ما ابتعدت عنا دلال 200 متر صرخت من بعيد وبدأت تقول يا شباب يا شباب إحنا على أرض فلسطين. جد دلال، كيف عرفت فلسطين؟ قالت شفت قارمة. ففعلاً انطلقنا احنا باتجاه الشارع الرئيسي. مشينا لحد ما صرنا قريبين للشارع، بجيت سيارة فيها بنت. فهاي السيارة لما وصلت احنا تخبينا، وطلعت دلال وحسين وابو هزاكن وابو الرمز، طلعوا على الشارع. وخلينا دلال تتقدم تتكلم مع البنت. وبدأت تتعرف على نفسها. أنا أمريكية. وجئت للسياحة وجئت أخذ بعض الصور التذكارية على هذا الساحل. فبكل عصبية دلال قالت لأي ساحل؟ ساحل أبوكي. المهم وجدت أنا أنه لا جدوى من هيك حديث، لأن إحنا في صراع مع الوقت ومع الزمان، ولا بد أن لا نضيع الوقت في حديث إضافي بعدما أخذنا معلومات منها. قديش إحنا بعيد عن تل أبيب؟ قالت لنا 90 كيلو. إيش اسم المنطقة؟ قالت لنا معقل ميخائيل وشبه عسكرية. فسمعت اطلاق نار، اشتغل لك لشن. أنا بلشت أسبسب. بعد ما راحت لي لحظة المفاجأة بقول إيش هذا؟ لا بتقول لي، بتشير إلي بيدها وبتقول دبر راسك أنت عسكري، على نقاش في الموضوع. معهم مسدسات كواتب. غلط التصرف هذا، وهي بتنام بقصدر، يعني لو سمعوا هسه بنقول هوا احنا. وله جاب السيارة، سيارة صغيرة كانت، وشو ابو الرمز هذا؟ قال لي دلال طخت البنت. وائل الذي لا يزال فاقدا للوعي اصبح حمله يشكل عبئا على تحرك زملائه، فكان على مجموعة دير ياسين ان تتخذ قرارا بشأنه. احنا كعسكريين مدربين على انه حالات من هذا القبيل
يجب أن نجد لها حل من ضمن الحلول. وبكل صعوبة بقولها إن إحنا يجب أن نتخلص منه علشان ما يأثرش على هدفنا. بدينا نطلع ببعض، مين اللي هيطلق رصاص على وائل؟ وإحنا في خضم هيك موقف وصعب على النفس، لقيت الأخ فاخر والدمعة على خده، وكانت دمعات الأخ فاخر تأكيد وتعبير على 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 العلاقة الخاصة والمميزة بينهم. فجأة قال أنا بشيله. أصبحت أولوية الفدائيين الآن احتجاز رهائن. اختارت المجموعة كلا من يحيى سكاف أبو جلال وخالد أبو أصبع أبو صلاح، وكانا يرتديان زيا مدنيا اختارتهما للذهاب إلى الشارع الرئيسي لإيقاف حافلة ركاب، وهي خطة بديلة وضعها الفدائيون كي توصلهم إلى تل أبيب. كما كلف أبو الرمز بتأمين الحماية لكل من أبو جلال وأبو صلاح. مرت عدة سيارات وعدة حافلات لكن لم يتوقف أحد. فجأة الأخ أبو صلاح بيأشر، ولا هو أتاري بيأشر ليش؟ لناقلة جند على متنها بعض الجنود الصهاينة بأسلحتهم. بيأشر زهق ولا قرف حاله ولا بده يخلص ولا بده يقتلهم ويسيطر على السيارة. مر جيب عسكري في جنود أشرنا له، ما رضيش يوقف، صار يسوي لي هيك الجندي. قلت له هسه وقت بابي باي وقف بس. حافلة إسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى حيفا تقترب من يحيى سكاف وخالد أبو أصبع اللذين بدأ يتحسسان مسدسيهما استعدادا لإيقافه. ما شفت أبو الرمز اللي هو طالع من وراء الحيطة وضرب الباص اللي نازل من تل أبيب باتجاه حيفا، ضربه وقف الباص بعيد 150 متر عنا مقابلنا يعني. وقف أبو الرمز بين الشارعين على الرصيف اللي بين الشارعين وبلش يضرب بالشارع بالسيارات اللي رايحة واللي جاي، اللي طالع باتجاه تل أبيب واللي نازل من تل أبيب باتجاه حيفا. احنا اثنين سحبنا مسدسات ووقفنا نتفرج. المهم تمت السيطرة على المنطقة واحنا بدينا عملية التقدم الى الطريق الرئيسي. شوي سيارة سبعة راكب مرسيدس سحب الهاند بريك، نزل هو والركاب اللي معه وقطعوا الشارع. رديت على الشباب اجوا ال11، طلعنا ال11 في السبعة راكب هاي المرسيدس فوق بعض في اسلحتنا وقطع الشارع، عمل رونج سايد في الشارع وعلى الباص. اعلنا في تلك اللحظة سيطرتنا على أول باص في المنطقة. لما قلنا للشوفير يلا على تل أبيب بطل يعني في الزلمة لا يسوق ولا يشغل باص ولا يسخن، مين فيكم بيسوق باص؟ نط واحد من اليهود قال أنا بسوق، طلع شلنا ضاق قعدنا واحد ثاني محله شغل الباص ويلا على تل أبيب. فكنا نطلق الرصاص على كل ما نصادفه من سيارات حتى وصلنا إلى الباص رقم 2. عند وصولنا إليه أصبحت نوع من المطاردة بيننا وبينه، نأمره ونوجه له الأمر إنه يتوقف وهو رافض. المهم اضطرينا في النهاية إن إحنا نوجه إليه نيران غزيرة، مما حدا تحت قوة السلاح إنه يتوقف. نزلت مجموعة الاقتحام، سيطرنا على الباص، أفرغناه من ركابه، حولنا الركاب إلى باص رقم 1. أصبح لدينا الآن أكثر من 90 راكب في باص 1. طبعا في الباص الثاني اللي طلع معنا من بينهم جندي إسرائيلي. الجندي الإسرائيلي هذا لما شاف الشباب اللي على الباب الخلفي موه واللي كذا واللي هيك وأسلحة وكذا بلش يشلح بلواي. طبعا شلح ظل في الملابس الداخلية. في تلك اللحظة جت فتاة تتكلم اللغة العربية وباللغة العربية المحلية وبتقول لي يا أخي يا أخي، بيقول لك إن أنا ما وصلش أقل من 24 سنة عمري لسه ما صرتش طيار. زدت البريه العسكري تبعه طبعا لونه أحمر أنا بتذكره البريه،
حسين فياض أخذ البريء ولوح فيه بالباص، قال هذا هدية لياسر عرفات وعلقوا على جنبه. فأنا بقولها أنت عربية؟ قالت لي أنا يهودية يمنية بكل صراحة. فقلت لها صارت في من هذه اللحظة صارت هذه الفتاة قريبة مني جدا، فكانت تترجم إلي وكانت إيش بطلب منها كانت تنفذ. بدوا الإسرائيليين سيارات الشرطة المدنية والجيش الجبات تتابع، تلاحقنا يعني وتطلب علينا إطلاق نار. قرروا نكسر القزاز الزجاج الخلفي للباص، كسرناه بالكامل. طبعا الأخ أبو الرمز قال لي أبو صلاح جيب لي المدفع الهاون، كان معنا مدفع هاون 40 مليمتر صغير، والقذائف كانت بس كلهم قدام عند الأخت دلال. كانت دلال تعمل على حماية الجبهة الأمامية للحافلة ومد جبهتها الخلفية بالقذائف مستخدمة الركاب، كما كانت مسؤولة عن توجيه سائق الحافلة والسيطرة عليه. صابني نوع من النشوة، نحن ليش ما نكسب الوقت ونحرق المراحل وننتقل مباشرة إلى مطار بن غوريون؟ فبدأت أصرخ يا دلال، بحكم هي اللي مسيطرة على قيادة الباص، يا دلال أمر السائق، قول للسائق يتوجه مباشرة إلى المطار، ليه بكل إصرار وبكل أريحية. لا يا أخ فياض، مثل ما قالنا أبو جهاد لازم يدخل تل أبيب. تقاطعنا ثانية لخضيرة، جابوا باصين من باصات شركة إيجل، ها وضعوهن في الطريق اللي احنا ماشيين فيه، سكروا الشارع اللي احنا ماشيين فيه وفيه الركاب عشان نصطدم فيهن ونوقف. الشوفير اليهودي اللي معنا كان يسوق طلع ذكي، يعني احنا السرعه اللي كانت يسوق فيها الباص سرعه هائله، وتستراد يعني زي المطار الشوارع عندهم كويس، فعمل رونج سايت وتجاوز من ورا الباصين بدون ما يصطدم. ان الاخت دلال جاءت بعلم فلسطين ورفعته على مقدمة الباص وأعطته التحية، وأعطته التحية بكل خشوع. هذه اللحظة لن أنساها، هذه اللحظة لن أنساها. المصاب والمغمى عليه، فجأة وائل واقف على قدميه يتحسس الجعب، يفتش على الكلاش الكوف تاعه ويأخذ وضعية القتال في منتصف الباص وهو يقول طل سلاحي من جراحي يا ثورتنا طل سلاحي، ويغني طل سلاحي من جراحي يا ثورتنا طل سلاحي ولا يمكن قوة في الدنيا في الدعم في منطقة كانتر كلوب كانوا عاملين فيها الحاجز الضخم تبعهم. إذ ما اجتزناه وصلنا إلى قلب تل أبيب، وقفنا عند هذا الحاجز ولم نستطع أن نتقدم سنتي واحد. استخدم الجيش الإسرائيلي كافة الطرق لاقتحام الحافلة للقضاء على الخاطفين لكن دون جدوى. بدأت أفواج من الجنود تهاجم الحافلة من جانبيها عبر النوافذ. كنا بنوع من الفطرة والذكاء نخليهم يتقدموا حتى يصلوا إلى القرب من النافذة، وعندما إحنا مختلطين بين الرهائن، وعندما يوصلوا إلى القرب من النافذة ويصلوا في نؤكد الإصابة لهم نفاجئهم وقتلهم. ضربوا الباص طبعا هم من القدام من الأمام، ولعت صارت دخنة سوداء وولعت نار في الباص. فلما وقف الباص أنا جنبي مين؟ أبو الرمز الله يرحمه. فقلت له أبو الرمز تحت نزل من الباص، إذا في إشي بلاش نموت، إحنا ما فيش فينا إصابات يعني لحد هلاف، وتحت بندبر أمورنا. فعلا مشينا، مشيت أنا قدامه لأبو الرمز وهو بدي يمشي وراي. وصلت الباب الخلفي، أنا من الخلف لعند الباب يعني مسافة مش كبيرة، طلعت وراي أبو الرمز واقف محله، نديت عليه مردش، شو مات يعني واقف؟
رجعت لقيت واحد من اليهود فاكك ايديه وخلاه لما دار ظهره عبطه من وراه. طبعا هسه وجه ابو الرمز في ظهري انا يعني الكلاشن تبعه في ظهري يعني اي كبسي على الزند راح تكون الرصاصات كلها فيي انا بجين. لما شفت الشوفي هاي سحبت المسدس انا وحطيته في راس اليهودي وسلخته الطلقه قعد. الاخ ابو جهل المصاب كان نزل بكل هدوء مجرد ما حط رجله على الارض وهو يتلقى الرصاص في كامل جسمه مسكين وماشي بكل بساطه كانه نازل مش في معركه نازل بيتنزه. وصلت للكرسي الامامي اللي قبل الباب لقيت دلال قاعده على الارض وجريها تحتيها طبعا ونازل خط دم من راسها وعينه مغمضه وعينه مفتحه. لما شافتني قالت لي ابو صلاح قلت لها نعم قالت ارفعني يا اخوي رفعتها بقول لها شوفي قالت لي فيش اشي هاي كلاشيني على الارض خذي كلاشيني. قلت لها هسه مش وقت كلاشينات ولا وقت اشي هسه معي انت جاب معها جابت السدر تاعت الكلاشين فيها اربع قنابل يدويه وفيها حوالي اربع مخازن او ثلاث مخازن كلاشين. قلت لها بكفي انزلي تنزل تحت لانه الرمايه يا على الباص رمايه بجنون. فمديت مباشره ايدي على الاسلاك البطاريه المتصله بالصواريخ وانا دون ان اشاهد شيء. فجاه طلع صاروخ واحد المفروض يطلع صاروخين اطلق صاروخ واحد فجاه بصير انفجار ضخم في الباص على ضوء هذا الانفجار بجد نفسي خارج الباص. أقول لكل الذين يريدون أن يقفلوا البحار والسماء والحدود المقاومة اليوم تملك أكثر. المشكلات الخطيرة الحركة الطالبان هي القضاء على المجاهدين الحقيقيين. ليس صحيحا على الإطلاق ولا يوجد دليل على الإطلاق أن السلطات الإسرائيلية ساعدت أو دعمت التيارات الإسلامية. الإسلاميون المقاومون. الإسلاميون يعاد السبت في 5:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. طبعا في هاي الحالة قمت أنا رميت قنبلة يدوية على سيارة عسكرية جيب عسكري وقف ورا الباص رميتها وانبطحت صابت بلحظتها. لقيت في تلك اللحظة الأخ أبو صلاح خلد أبو صبع لقيت الأخ أبو الرمز لقيت الأخ أسامة لقيت شهدت تقريبا جثة الأخ دلال المغربي يعني بدأ اللي الآن الظلام يعم كلش. سمعت صوت الأخ أبو جلال كان على قيد الحياة ويقول لي يا أخ فياس سامحني كأنه تفكر في الدامور قضية صارت بينه وبينه فبيقول لي سامحني يا أخي حسين وبمد إيده. تقدم الجيش الإسرائيلي من المجموعة المحاصرة خارج الحافلة والتي بدأت ذخيرتها تنفد. أبو صلاح وفياض وأسامة وأبو الرمز متحصنون خلف ما تبقى لديهم من سلاح. شبل أسامة كان هو أقرب واحد إلي فبقول لي أخو أخت الكزية هذه مش راضية تتفجر. قلت له استمع زيد رمى عليها قذيفة أخرى بعدها بشوية اللي هو بقول أخ التفتت باتجاهه كان استشهد. الأخ أبو الرمز بطل العملية أنا من وجهة نظري كان
أثناء الاشتباكات مع العدو كانت هناك بعض من الهدنة، وقت من الهدنة. خلال فترات الهدنة المتقطعة أطلق الإسرائيليون نداءات إلى الفدائيين للاستسلام، لم يجب سوى أبو الرمز، رد بأنه يرغب في الاستسلام. إلا أنه الوحش أبو الرمز، ذلك البطل اللي مسك صورته في قاعدة القسمية وكبرها وكتب بالخط إيده الشهيد البطل أبو الرمز بين قوسين الوحش وعلقها على 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 حيطة القسمية، ما كنتش مصدق، يعني أمر غير طبيعي. تقدمت مجموعة من الجنود الإسرائيليين باتجاه أبو الرمز، جاءت لاعتقال أبو الرمز، وعندما اقتربت إلى الحد اللي أصبحوا لو تعاركوا باليد للامسوا بعضهم البعض، صعد من وقف، كان منبطح أبو الرمز، قام من انبطاح، من عملية الانبطاح، من حركة الانبطاح إلى القرفصاء، إلى الوقوف تدريجيا إلى الأرض، وهو يطلق الرصاص أو ما تبقى من بندقيته وكلاشينو باتجاه الجنود اللي هم أيضا أطلقوا الرصاص باتجاهه وباتجاهنا جميعا. في هذه اللحظة انتهت بندقية أبو الرمز. دلال هي أيضا استشهدت، لكن الإسرائيليين لم يصدقوا أن من بين المهاجمين فتاة حتى نزعوا قميصها عنها. بعدها تقدم إيهود باراك. طبعا لما هيدي الاشتباك وخلص تقدموا اليهود، اجوا أربعة علي انا، فكانوا يحكوا بالعبري هيني هو. طبعا انا بالبدايه ما كنتش افهم شو معنى هيني هو، بعدين فهمت انه هيني هو يعني هيو، هذا هو. حملوني الأربعة، حطوني قدام الباص، طبعا هو مولع بالامام امام الباص، وبلشوا ضرب فيه. وبس اشوف زي كاميرات تصوير او شيء تضوي فلاشات. طبعا وهم ناقلين على العرباي ودخلوني في قسم الطوارئ، طلع على اليمين والشمال، طبعا اليمين والشمال الدخول كلها احمر دم. صارت عندي تفكير انه انا هنا راح هسه بدهم يقطعوني شقف، هو انا راح يفرموني، شو دم كل المنطقة. اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في اليوم الثاني للعملية بسقوط 37 قتيلا من الإسرائيليين وأكثر من 80 جريحا، لكنه لم يفصح عن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجيش. لا بيحطوا ملح على تلفزيون لبنان، كان في تلفزيون لبنان إنه عملية فدائية بقلب تل أبيب. لما سمعت انه العملية على ساحة فلسطين فورا عرفت انه هيدا دلال. اخر مرة حطوا ملحق انه 12 شاب وبنت عاملين عملية فدائية والبنت اسمها دليلة. انا هون فقدت اعصابي، ما بقى عندي اعصاب. ايش بك شيء بقى عم يجي اخر؟ قال لي شيء بيرفع الراس. انا ما اخذته اعطيت لانه كان ما بعرف، حسيته ناطر ليتاكد الخبر 100%، وشفته ساعتها ما في ساعات، ساعة ساعتين مر الأخ القائد أبو جهاد الوزير وخبر وخبر وتعانقوا وبوسوا بعضه، وبعد منها أجر أخ أبو عمار الله يرحمه. خي محمد توأمها قبلها بالليل كان مريض، مرض من يعني ما بعرف، إلهيا خي محمد كان مريض من غير ما يسمع شيء، من غير ما يعرف شيء. تاني يوم خي محمد لما سمع الخبر ضلينا يومين ندور عليه، بالأخير بروح بقولوا لي ناس شفناه على البحر، بروح على البحر لحتى جيبه على البيت، بلاقيه قاعد عم بخانق البحر، رجالي أختي وين أخذت لي أختي؟ كان عنده رغبة إنه تعرف كل شيء عن فلسطين،
تجي تسألني ما تقول لي ماما اليوم كتبونا على جدران المدرسة إنه فلسطين هيك فلسطين هيك، يعد أبوها يحطها هيك ويحكي لها يقول لها إنه إن شاء الله بدنا نرجع هاي المفاتيح معي. دلال كانت من أهدأ البنات عندي موجودين في البيت يعني، حتى التحقت بالكوادر القتالية، عملت عدة دورات، فطبعا كان هذا برضاءنا. كانت كل مهمتها بحياتها انه تطلع على قضية بلدها من تاريخ صغرها يعني، حتى الى قبل العملية بحوالي تقريبا اسبوع كنا حاطين الاكل وعلى اساس بدي اتغدى انا وياها، فطلعت تزور بعض الشباب ورجعت وقالت انا برجع بعدين. هذا كان اخر لقاء يعني لدلال اللي هو يوم الاثنين شفته فيه. كنت قاعد على الكرسي ولقيتها جاي لاول مره انا بشوفها بالبدله العسكريه، فوجئت انا نازي دلال بالبدله العسكريه ومسدسها على وسطها. يعني قمت انا شاب نطيت عليها بوستها اشوف اختي مبسوط فيها، حامل فرد ولابس اللبس العسكري وحاطه الحطه، يعني كان شوف حالي فيها افتخر فيها عبطها ابوسها شوف فدائي. دلال المغربي جاءت الى كتيبه الشهيد ابو يوسف النجار منذ عام 1976. دلال المغربي تربت شبله وكايضا في اشبال في معسكرات الاشبال في مخيمات ستيله وصبره وفي منطقه سوق الغرب ايضا، وكانت من يعني من الأشبال ومن الأخوات حقيقة التي تتمتع بالجرأة المتناهية وأن تتمتع بالذكاء أيضا في نفس الوقت وبالشجاعة. المهم تعرفت، عرفت الدلال يعني للوهلة الأولى أي واحد كان يخش القاعدة ما يفكر دلال شاب بنت، خلينا نقول كان يفكرها شاب عادي يعني، بس أنا لما كنت قاعد معهم وأجت هي بقول له أخ دلال، استغربت أنا بقول له شو هاي بنت؟ قال آه يا سيدي. قلت له بدك تنزل معك وهاي؟ قال اه بتتدرب بدك تنزل معنا. فجأة وشاهد أمام مكتب الشهيد عزمي الصغير قائد الكتيبة، كتيبة الشهيد أبو يوسف النجار، فتاة صغيرة الحجم بلباسها المموة بتحط جعبتها في الشاحنة. أنا انجنيت فرحت أجري للأخ زكي، يا أخ زكي إيش هذا اللي بيصير؟ قال لي ايش بصير يا فياض؟ قلت له كيف جايب لنا بنت؟ انت بدك تسوي لنا كذا وكذا وكذا وكذا، هذا الكلام بيصيرش. في منطقة بحرية للتدريب كانوا عم يتدربوا فيها، لقينا شباب طالعين وكانوا لابسين كلاتهم تعون لبس بحري، تدريب بحري، ضفادع بشرية. كان يعني أنا شو عم بصير؟ الوالد شافها طبعاً انبسط وعلمتني معنى الأخوة ومعنى الإحساس بالأخوة، وعلمتني إنه التعامل بهيك عصبية وبهيك أسلوب هذا خطأ. Thank you.
As the men accused of staging Israel's worst ever massacre entered the courtroom, they were still defiant. They pleaded not guilty. One of the Palestinians spat at the crowd in the courtroom. Military policemen pulled him back to his seat. The prosecution will demand that the two Palestinians be sentenced to death under a reactivated law permitting capital punishment for crimes against the Jewish people. If they are found guilty and the death sentence is carried out, it would be the first execution in Israel since Nazi Adolf Eichmann was hanged in 1961. Philip Till, NBC News, Tel Aviv. رفض حسين وخالد الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية بوصفها محكمة احتلال. صدر بحقهما حكم بالإعدام إلى أن الحكم خفف إلى 25 مؤبدا لكل منهما. في عام 85 تم تحريرهما ضمن صفقة تبادل بين الجبهة الشعبية القيادة العامة وإسرائيل، أفرج خلالها أيضا عن مئات الفلسطينيين. Yes.